خلاص بقى انت اتعودت عليه. لا انا اول يوم عرض كنت بترعش برضو لا تزالي. بعد فتره يعني، بعد فتره طويله المسرحيه بنعيدها، عملتها سنه 2001 وبكررها دلوقتي سنه 2009، ولا يزال الرهبه لا يزال موجوده؟ رهبه المسرح موجوده. الرهبه دي موجوده اول يوم ولا بتبقى اول موجوده يوم؟ كل يوم؟ لا اول يوم، وبعدين اول اسبوع بتبقي متوتره وبعد كده خلاص خلاص بتنطلقي. طالعه بقى يعني حاجه بتعمليها كل يوم، زي ما تقومي تغسلي وشك كده الصبح. فالابداع بقى بيبتدي بقى تبتدي بقى ايه، تدوري. احنا بنحط شويه صغننين جدا، احنا قللنا الزيت اللي حطيتيه عشان هو اصله الزيت لما بيبقى كتير. لا احنا حتى شلناه خالص، بس هي اول واحده دايما بيبقى لسه فيه الزيت موجود، مكان الزيت. انا عارفه ان اول واحده عاده اول واحده بتتلغي. بتفشل يعني، بنرميها بعد كده عشان ما حدش يقول عليها احنا ست بيت فاشله. هي اول واحده بنلغيها، بنفضل انت بالمناسبه انت شاطره في المطبخ عموما ولا؟ بصي الى حد ما نفسي حلو في الاكل يعني، فعلا بعرف اعمل كل حلق الحاجات. وحلو في الاثنين. بعمل كل الحاجات يعني، ما عنديش حاجه صعبه عليا يعني، او وانس ان انا حبيت اتعلم حاجه بتعلمها فعلا. وممكن تدخلي في مجالات بقى، محاشي كل وفته كل حاجه. انا بعمل كحك كمان والحاجة. يعني. ف بعد كده، بعد يعني بعد ما خدت فتره المسرح مع الاستاذ جلال الشرقاوي، ابتديت بقى الاعلانات بتاعت الفيديو، فبدات الامور بالنسبه لي تبقى يعني، لا انا بمثل، لا ده شغلي بقى. فما بقتش الموضوع ابتديتي يعني حبيتيه بقى، صرفتي نظر خالص عن المجال يعني، اللي كنتي عايزه تعمليه، مجال نسيته خالص. المضيفه يا ريت خلاص. ممكن ارجع دلوقتي ابقى مضيفه يعني. كنت عايزه اسالك، انت بقى بتلاقي نفسك يعني او بتحبي تشتغلي ايه اكتر؟ يعني لو جالك سيناريو يعني ده من ناحيه، ومن ناحيه تانية سينما طبعا، كل دراما. مفيش حد هيقول لك ان هو ما بيحبش السينما، هيبقى بيكذب عليك يعني. هيبقى انا افضل الفيديو عن لا، كله بيتمنى السينما، بيعشق السينما. لان السينما بتقرخك، بتخليكي تاريخ، ليكي تاريخ يعني. بس انا ماليش بخت فيها، ماليش حظ، ماليش نصيب ان انا اشتغل سينما. فبالنسبه لي الفيديو انا بعمل ادوار حلوه، مش هروح اعمل في السينما مشهد ومشهدين ما لهمش اي قيمه بالنسبه لي كممثله. بحب شغلي لمجرد ان انا ابقى متواجده، لا ما بحبش اتواجد. انا لا يعمل حاجه، ممكن اعمل مشهدين بس بيقولوا حاجه، ما ينفعش تشيله يعني. في بعض الافلام الجديده دلوقتي بتبقى بطولات جماعيه، لما بتعملي فيها مشهد بتنوري. انا ما فيش اي حاجه تقبليها في السينما عشان تبقي متواجده في السينما. فانت لحد دلوقتي مش ما تعتبريش ان انت قدمتي؟ لا يمكن تجاربي ما كانتش قويه قوي في السينما، فبالنسبه لي ما بتذكريهاش. ما بذكرهاش، او مش حاجات ان انا بستعر منها او ما مش حباها، لا. بس مش دي اللي انا، مش هي دي يعني. لما اجي اتكلم على شغلي مثلا، ممكن اتكلم على حد في بحر، ممكن اتكلم على امرأة من زمن الحب، ممكن اتكلم حتى عن ريا وسكينة، ان دوري ما كانش كبير فيه. بس انا حاسه ان انا رد فعل الناس عمل حاجه. عملتي حاجه. طب لو اتكلمت بقى على المسلسل الجديد اللي هو اوقات حرجه، لحظات حرجه، لحظات حرجه، وده النسخه المصري من المسلسل الامريكي. احنا معلش احنا قلنا من الاول ان هو اول واحده هتبوظ. احنا قلنا من الاول ان الطاسه بايظه كمان. بس احنا هنسامح في اول واحده، هنسامح في اول واحده دي، نعتبرها ما حصلتش، وهنبتدي اللي بعد كده. بس مش هنسامح في اللي بعد كده. امشي يا وحش. اوكي كلمينا بقى عن المسلسل اوقات حرجه. لحظات حرجه هو مسلسل اتعرض سيزون 1، واحنا دلوقتي بنعمل سيزون 2. مسلسل فكرته ان مستشفى فيها دكاتره وفيها عيانين. بتحصل احداث كل يوم، بتشوفي حاله، بتشوفي حاله جديده دخلت، بتشوفي ده اللي هو المسلسل الامريكي للاي ار. بصي هي تيمه، هي تيمه يعني حتى الفكرة. في امريكا هي حتى في امريكا تيمه واحده، تيمه الفيلم المسلسل اللي بيعتمد ابطاله على مكان واحد، عايشين في مكان واحد زي المسلسلات اللي بتيجي مثلا. احنا قدامنا دقيقتين، واضح ان احنا المطبخ بتاعنا لسه مش والله هو المطبخ بتاعك هو اللي مش معد جيدا ان هو يستقبلني. احنا هنعملها دلوقتي وان شاء الله دي هتبقى اظبط. اهي كده بقى هي كده هت هي بسيطه جدا. احنا بعد ما بنحمرها كده، وان انا ممكن اعمل لكم صغيره، بس هبقى بضحك عليكم، مش عايزه اضحك عليكم. لا هي دي هتبقى يعني دقيقتين بالظبط وبتستوي، وبعد كده بنحط عليها اول يعني ما بتبتدي. احنا لو اعتبرنا اللي فشلت دي فشل ذريع، بس هي فشلت فشل ذريع. معلش هي بس اتفتفتت، بس بس شغاله والله يعني كويس. بص يعني لو احنا ممكن نحط ممكن نحط مكون من المكونات. احنا بنجيب البصي، انا بتبقى مظبوطه يعني، بتبقى شكلها احلى من كده، وبتبقى مظبطه عن نفسها.
بنجيب الشوكولاته ونحط كده شويه ممكن نشيل دي عشان لو عشان يبقى واضح. ما تبصلوش لشكلها قوي، انا مش الشيفات الكبار اللي بيعملوا حاجات فظيعه. لا هي مهمه في الفكره، حتى لو مبوظه باكلها للبنت برضه، بناتي بياكلوها يعني. اسمعوا كلام ماما، قولي لي المجال الفني ما خدكيش من 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 بيتك ومن لا. من بنتك؟ لا انا عندي اهم حاجه في الدنيا هما، فبالنسبه لي بحاول دايما ان انا اوفق بين شغلي وبينهم. الاجازات لازم نقضيها مع بعض، نسافر مع بعض، كل فتره نبقى متواجدين مع بعض بشكل كبير، حاجات المدرسه، حاجات الرحلات، الحفلات، كل ده انت مشاركه فيه. دي واضح ان هي خلاص هتتقلب. هي بس عايزه اقول لك على حاجه، هي الطاسه لازم تكون مظبطه اكتر عشان هي المفروض ان يعني انا جايبه طاسه مخصوص للكريب عشان تبقي عارفه يعني، عشان ما تلزقش. لان هو مشكلته ان لما الطاسه بتبقى بتلزق هي دي المشكله، هو ممكن يتفتفت. عموما احنا الفكره وضحت بالنسبه لنا جدا. أيوة، ويعني عملنا واحده شوكولاته والواحده الثانيه هنعملها بالصوص كراميل. ده لو طلعت بقى ان شاء الله. بصي لا الطاسه فاشله جدا، عايزه اقول لكم انها افشل حاجه معلش في الدنيا. هي برضو مجرد ان هي محتاجه حاجه نطلعها. نجرب الطاسه الجديده بقى عشان ايه نبقى النهارده كبير. بصي احنا دلوقتي احنا هنعمل في الطاسه الكبيره بس. لا احنا كده خلاص، احنا اهو عملناها. الفكره واضحه كده، ان بتحط الشوكولاته من جوه وتليف فيها كده. بعدين وهي دي شكل الكريب بتاعتها صغيره. المقادير. صفاء صغيرة. احنا بنشكرك جدا، واحنا هنكمل ال 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 الكريب بقيت الكريب بقت فظيعه وبقت كويسه جدا. الكراميل بالشوكولاته. شكرا ليكي جدا، سعدت جدا بلقاء ليكي. مشاهدينا الاعزاء، بكده بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من طعم البيوت. غدا ان شاء الله بيتجدد اللقاء مع الزميله سميه مصطفى، فالى اللقاء.